اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغي أن رئيه استغني إن إلى ربك الرجعي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.